خلافات سياسية مستمرة ونزوح سوري متواصل عاملان يتركان حاليا تداعيات مهمة على الأمن اللبناني. عم تزيد عدد الفاعلين أو عدد الارتكابات اللي عم بقوم فيها النازحين السوريين، ولكن المعدل هو تقريبا 16% من مجموع الجرائم. في ارتفاع عم نشهد لبعض جرائم معينة نتيجة الحاجة، نتيجة المشاكل، أو نتيجة كمان هروب كمان أشخاص مجرمين باستغلال هذا الظرف، عم بيكون في بعض الجرائم، ولكن معدلها تقريبا 16% من مجموع هذا الجرائم. ومقابل التهويل الإعلامي بسوء الأوضاع الأمنية في لبنان، يؤكد المسؤولون الأمنيون اللبنانيون وعلى رأسهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية تعمل على أقصى درجات التنسيق فيما بينها للحفاظ على الأمن. عم نتخذ عملنا لحد الأقصى، يعني جهوزيتنا بحد الأقصى، التنسيق الكامل مع الأجهزة الأخرى الأمنية من جيش وأمن عام وأمن دولي كمان بقمته، هالتنسيق مع الجهوزية القصوى عم بيؤدي خلينا نقول في ثبات معين للجريمة، والارتفاع بيكون كتير طفيف فيما يتعلق بهالصورة، الصورة الانعكاس الكبير والصورة الضبابية اللي عم نشوفها بالمنطقة. تبادل المعلومات عم بيكون كمان كتير يومي، صورة يومية ما بين الأجهزة الأمنية، عم بيؤدي لتوقيف بعض العصابات أو بعض المجرمين أو بعض الأعمال، أي الأعمال الإرهابية إذا في حال كان بده يصير عمل إرهابي، وبالإضافة إلى في حال صار أي جريمة عم بكون في اكتشاف سريع جدا لأي جريمة، مثلا جرائم القتل آخر مرحلة، يعني فينا نقول تقريبا فينا نقول لـ90% 95% كنا مكتشفينها بسرعة كتير كبيرة. في لبنان حاليا يوجد نحو 4 ملايين مواطن لبناني، يضاف إليهم أكثر من 1 مليون نازح سوري موجودين على مختلف الأراضي اللبنانية، إذن أكثر من 5 ملايين شخص يتولى الحفاظ على أمنهم حوالي 100,000 عنصر موزعين بين الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، معادلة ليست باليسيرة. من هنا كان قرار وزارة الداخلية اللبنانية مؤخراً تدريب وتسليح الشرطة البلدية لمؤازرة القوى الأمنية. نحن بنعتبر أنه عنصر البلدي هو أساسي بضبط الأمن، لأنه هو الأقرب للمواطن، اعتبرنا أنه هن الخارطة الجينية، هن الخلية الأساسية بحفظ الأمن، هن الدعامة الأساسية، المدماك الأساسي بالأمن، لأنه هن الأقرب، هن الأكثر معرفة بالأهالي، هن الأدرى بشعاب المناطق يلي فيها، ونحن بنرجع نحن مرحلة تانية. وسيكون أعضاء الشرطة التابعة لبلدية بيروت والبالغ عددهم نحو 700 شرطي أول المتدربين على استخدام السلاح على يد قوى الأمن الداخلي اللبناني.